اللي هو دخلنا أو رسمنا الأعمدة حقتنا، كان في كل الطوابق، وقفنا لحد ما انتهينا من رسم الأعمدة كلها، حتى الروف كان رسمنا له الأعمدة حقته. طيب الليلة حنواصل في رسم الأبيام، السقوفات، و إذا لقينا عندنا فتحات، اللي هو عندنا فتحات السلم وعندنا فتحة تحت في السقف الأرضية أو السسبندد سلاب. طيب نذكر إنه نحن هسه شغالين بالطريقة اليدوية أو الطريقة التقليدية، بنرسم بأدوات، بنرسم عادي يعني بدون استخدام ملف الدي اكس اف. نجي نشوف السقف حقتنا، نبدأ مثلا من هنا، لو شايفين كاتب لي هنا، لو رجعنا هنا كاتب لي ثيرد زد 13.8، معناها قاعدين في الطابق الثالث اللي هو ممكن نقول كده، ممكن نقول انه ده الطابق اللي هو قبل الروف، قبل الروف. طيب نبدأ مثلا من تحت، من انا حارسم لكم سقفة واحدة بس اوريكم كيف بنرسم السقفة، اذا كانت منتظمة واذا كانت غير منتظمة يعني بالطريقة العادية يعني. طيب اذا كانت بالطريقة العادية اللي هي بالادوات بتاعت الايتابس. طيب السقفة عموما السقوفات بنرسمها من الايكونتين ديل، دي ودي، دي ليه السقوفات او الاشكال السطحية المسطحة الغير منتظمة، ودي ليه المنتظمة. طيب نشوف اول حاجة كيف بنرسم السقف اذا كانت منتظمة، بنختار هنا، بيقوم بيظهر لنا النافذة الصغيرة دي، من هنا البروبرتي بنختار، المرة الفاتت عرفنا ثلاثة سقوفات، سقفة بثيكنس 20 وبثيكنس 22 وبثيكنس 25. طيب نجي نشوف السقفة ب20 مثلا. طيب نفترض ان السقفة بتاعتنا منتظمة او مستطيلة، هنمسك من البداية كده بالجر بالماوس لحد شنو، لحد ما تصل هنا، بقوم بفك، لاحظين قام رسم لنا شنو، رسم لنا السقفة حقتنا، نطلع من هنا. طيب لو ملاحظين برضو انه هنا في شنو، هنا في بروز في الأعمدة، يعني السقفة ما جاية مع حدود العمود من برا، هنعمل شنو؟ طيب في الحالة دي هنقوم نضغط هنا كليك يمين، اللي هنعمل لها سلكت، هنعمل لها برضو كليك يسار، هنعمل الجزء ده هنا سلكت، وهنعمل هنا سلكت، اخترنا الجزئين. طيب الأعمدة دي سقف بارزة من السقفة كم؟ طيب ما هي السقفة قاعدة مع العمود هنا في النص، قاعدة في نص العمود، والعمود بتاعي 50، إذا البروز ده 25 سنتي، فأنا محتاجة إني أطلع السقف حقتي 25 سنتي لبرا. بعد ما سلكت أو اخترت بس ضغطت هنا في الحواف دي، ما ضغطت دي ليه؟ لأنه هنا عندي شنو، هنا البروز بيختلف، هنا نص العرض اللي هي 12.5، وهنا 25. بعد ما اخترتهم بيجي هنا قائمة edit، edit shell expand shrink shells، هنا قال لي الاوفسيت دايره كم مليمتر، بقول له 250 مليمتر، بالموجب ده طوال بيعمل لي expand، هنا لو ملاحظين الخيارين expand وshrink، بالموجب بيعمل لي expand يعني بزيد لي، بالماينس لو حطينا هنا ماينس بيقوم بيعمل لي شنو، shrink بنقص لي. طيب احنا دايرينها 250 بالمليمتر، نقول له شنو apply، طوال شنو، نقول له اوكي طوال، هنا قام عمل لنا شنو، زاد لنا السقفة حقتنا وحدود السقفة جاب لنا مع حدود العمود. نجي للحافتين ديل، نختار هنا ونختار هنا، هنا العمودين ديل بالرغم من انهم قاعدين بالاتجاه المعاكس لباقي الأعمدة في الصفضة، لكن لو ملاحظين المرة الفاتت عملنا لهم شيفتنج بمقدار 12.5، بمعنى انه
حافة السقفة، أو خلوها حافة السقفة سنتر سناتر باقي الأعمدة القاعدة برأسية أو بالطول كده، السناتر بتاعتها هنا السنتر ده قاعد مع ربع العمود، ما قاعد مع نصه هنا، قاعد مع الربع هنا، يعني سنتر العمود ده قاعد مع ربع العمود ده. طيب إذا التشفيقي معناه هنا ده قاعد سنتر وده هنا قاعد ربع، لكن في النهاية شنو بنقول؟ إنه التشفيتة دي هي نفسها المسافة دي العرض كله هنا 25، معناها السنتر هنا 12.5 وهنا 12.5. طيب بعد ما اخترنا الحافتين نجي برضو هنا edit بنفس الطريقة edit shells expand، نقول له 125 المرة دي apply، نقول له شنو اوكي. لو عايزين تتأكدوا اكتر هتجوا تشوفوا شنو، تقربوا بالماوس تشوفوا ان التقريب بالماوس اللي هو بالرولة بتاعت الماوس كده، عملت زوم اوت كده زومين او من هنا زومين زوم اوت. ملاحظين هنا خلاص الصفة بتاعتنا بقت مع حافة العمود، وهنا كمان وهنا كمان في الاتجاه الثاني كده، كل الأعمدة بتاعتنا بقت قاعدة مع حواف السقوفات. طيب نرجع للأوكاد نشوف السقوفات حقتنا. دي هنا السقف الأرضية، نحن في ملف الدي اكس اي في خطأ بسيط عملناه في سقف الطاب في السسبندد سلاب، حنعالجه بعد شوي هوريكم وين الخطأ. نجي ليه هنا، دي سقفة الطابق او الارضي. طيب دي هنا كيف وريتكم كيف بنرسم السقفة اذا كانت غير، اذا كان الشكل شنو منتظم. طيب نمسح دي مثلا، واذا دايرين نرسم حتى اذا كان الشكل منتظم ممكن برضو نرسمه بالخيار ده اللي هو خيار الشكل الغير الايقونة بتاعت لما تكون صفات ما منتظمة، اللي هو ببدأ من هنا مثلا، هنا 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 وبيجي شنو بقفل هنا. مجرد ما اقفل طوال شنو بيظهر معايا اللون الرمادي بتاع السقفة. بجي برضو بعمل له شنو بنفس الطريقة اكسباند من هنا اكسباند من هنا، نقوم شنو نمسح دي الطريقة دي بالخيار الثاني ده، يعني الخيار ده ممكن ترسم بيه والشكل اذا كان منتظم او غير منتظم. ده برسم لك بس الاشكال اللي بتكون منتظمة، يعني مثلا مستطيل مربع كده، ده اي لف او دوران ما بيمشي معاه طوال، هترجع للخيار ده. طيب انا هرسم لكم سقفة واحدة وبعد ذاك انتوا شوفوا كيف بعد ذاك طبقوا في باقي السقوفات. طيب اوريكم سقفة الطابق الارضي، صفة السسبندد سلاب الخطأ بتاعه كان وين، و حنرسمها كيف. طيب لو رجعنا لل 3D ده البلان بتاع الجراوند فلور. الجراوند فلور ده تحته في شنو؟ تحته في السسبندد سلاب وفوقه في السقفة بتاعت الطابق الأرضي. الجراوند السسبندد سلاب، في السسبندد سلاب نحنا عندنا الحتة دي، لكن الحتة دي نحنا هنعرف انه كيف، هل هي في نفس مستوى الجزء الداخلي من المبنى ولا ما في نفس مستوى، ما دي اتجاه دي جزء برا. طيب لو جينا رجعنا ليه لو جينا هنا لحظة، طيب ده هنا المنسوب ده هنا 0.15 و
هنا واحد، هنا بوين 15، هنا بوين 15، وهنا جوا في المبنى جوا واحد، وهنا في السلم بوين 3. يبقى أقل منسوب هنا عندنا هو البوين 15. واحد ده ما منسوب، السقف الأرضية بوين 15 معناه هنا شنو؟ معناه الحتة دي منسوبة أقل من منسوب باقي المبنى جوا. معناه شنو؟ معناه انه الحتة دي هنا، الحتة دي هنا كده، دي الحتة دي كده، الحتة دي ما داخلة معانا في السسبندد سلاب، الحتة دي ما داخلة معانا في السسبندد سلاب، دي الحتة رسمناها دي ما داخلة معانا في السسبندد. عشان نتأكد أكتر نقوم نفتح شنو؟ نقوم نفتح الثري دي. طيب لما نفتح الثري دي هنا اللي هما ديل العمودين، ديل العمودين اللي قاعدين براهم هديل اللي هم ده وده، العمودين ديل هنا عندنا دي السقفة، هنا ما عندنا حاجة. افتح هنا. طيب عندنا هنا هذيل العمودين، هنا ما عندنا سقفة أرضية سسبندد سلاب، سسبندد سلاب بادية لي من هنا وماشي لافة 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 وداخلة كده وتاني قافلة هنا، يعني العمودين ديل السسبندد سلاب ما داخلة فيهم. وتأكدنا أكتر كيف، ممكن عادي في الثري دي تكون ظاهرة كده، لكن في الحقيقة يكون في سسبندد سلاب، لكن احنا تأكدنا أكتر عن طريق المنسوب. هنا لقينا إنه المنسوب بوين 15 وهنا المنسوب واحد، معناه شنو؟ معناه منسوب السقفة المعلقة أعلى من منسوب الحتة دي أو المنطقة دي. إذا المنطقة دي شنو؟ ما داخلة فيه السسبندد سلاب. فالسقفة بتاعتنا اللي رسمناها المرة اللي فاتت هنقوم نعيد الرسم بتاعها من هنا، اي تابس سلاب، نجي للبولي لاين بس نمرر في دي ونشيل الجزء بتاعنا الما داخل فيه السقفة. نبدأ من هنا، هنا هنا، لاحظوا بعدين تبقوا في الحتة عشان اجي اوريكم لافت تابس هنرسمها كيف، وهنا ولكن ما حنواصل وين، ما حنواصل لحد هناك، حنجيف هنا، حنواصل لحد هنا وبعدين كده الباقي كله شنو؟ زي السقف القديمة حقتنا، الباقي زي السقف القديمة حقتنا كده. شنو؟ نقوم نمسح القديمة ديليت و حدود السقف الجديدة حقتنا، تمام. طيب نعمل لها كوبي، نشيلها من هنا من العمود ده مثلا، نشيلها من، لا خلونا نشيلها من العمود حقنا ده، قاعد نشيل من طوالي، نوديها وين؟ نوديها هنا ليه ملف الDXF، ونعمل ديليت للسقفة القديمة كده. دي شنو؟ دي حدود السقف حقتنا. نعمل ملف نعيد ملف الدي اكس اف ل الجراوند، نعيد ملف الدي اكس اف ل السسبند عفوا ما الجراوند، نعمل لهم سيلكت كلهم كده، كليك يمين، كليب بورد، كوبي بيس بوينت، نختار البيس بوينت حقتنا هنا، نيو دروينج، كليك يمين، كليب بورد، بيست، صفر كوما صفر، انتر. قلنا حنلقاه وين؟ في الزيرو زيرو. هنا نعمل لها سيف اس. طيب نحن عندنا ملف سميناه شنو؟ دي اكس اف. حنختار هنا دي اكس اف، صيغة دي اكس اف دي حنعمل لها استبدال، دي ما السسبند ذاتها بس حنعمل لها شنو؟ ريبليس. قال لي do you want to replace it؟ yes. وكده شنو؟ غيرنا في
غيرنا او عدلنا الخطأ اللي كان عندنا في ملف الدي اكس اف في حدود السقف بالنسبة للطابق الارض بالنسبة لسقفة السسبندد سلاب. طيب نيجي نرسم الكلام ده هنا في الايتابس. عشان ما نرسم السسبندد سلاب في الايتابس هنختار شنو؟ هنختار من هنا، هنختار draw floor. لكن قبل ما نختار draw floor هنا بالشكل الغير منتظم ده، نيجي نراجع تاني الحدود حقت السقف حقتنا. طيب هنبدأ من هنا نشوف لو عندنا اي حاجات زايدة ما حنقدر نرسمها به الجريدز العادية. نبدأ من هنا ما عندنا مشكلة، نمشي طوال هنا. يلا هنا عندنا شنو؟ بروز من العمود. نشوف البروز ده مقداره كم، نشوف هنا نشوف البروز ده كم، 12.5 سنتي ونص، 12 سنتي ونص. هنقوم نعمل شنو؟ نقوم نجي عشان نقدر نرسم البروز ده هنا في الايتابس، ما حنقدر نرسم عادي كده من هنا نمشي كده، لازم نعمل لنا حاجة اسمها reference point. من هنا draw reference points. هيقول لي reference points دي احداثياتها كم، في اتجاه x، في اتجاه y، في اتجاه z. هقول لي والله في اتجاه x نحن لقيناها كم، في اتجاه 12.5، لكن هنا بالمليمتر معناته 125 مليمتر. هقول له شنو؟ من وين؟ من الحتة دي. طوال قام شنو؟ قام رسم لي. طيب اذا انا ما متأكدة، اذا انا ما متأكدة من ال يعني هنا ما جاتني علامة ورتني انه والله انا هنا في حافة العمود، هنا بتجيني شنو؟ بتجيني علامة البلس دي، بتأكد انه انا قاعدة في سنتر العمود، وبيجيني الكلام ده جريد بوينت دي 11 كده. هنا ما بتجيني علامة، ما بعرف انه انا هل الريفرنس بوينت بتاعتي دي صح ولا لا. طيب عشان اتأكد اكتر قام شال لي برا، شوفوا عشان اتأكد اكتر. طيب نحن هنا قلنا هنا عندنا من هنا، قلنا للريفرنس بوينت اللي هي من هنا، الريفرنس بوينت من هنا 25 12.5. طيب لو دارنا من السنتر هنا، من السنتر هنا دي هنا 12.5، ومن هنا لهنا برضو 12.5 اللي هي كم؟ 25. يعني المسافة من سنتر العمود، من السنتر هنا، من السنتر لاين بتاع العمود لحد الريفرنس بوينت حقتنا اللي هنعملها في اتجاه اكس 25، اللي هي 250. طيب برضو هنا انا ما عندي علامة، معناه محتاجة برضو شنو؟ في اتجاه واي. بالطريقة دي لو جينا رسمنا الاكس هيقوم يعمل شنو؟ من هنا، ما ده السنتر لاين بتاعي، هيمشي لي كم؟ هيمشي لي 250. طيب انا عايزاه هنا؟ لا انا ما عايزاه هنا، انا عايزة ارسم السنتر لا الريفرنس بوينت حقتي من السنتر بتاع العمود، لانه سنتر العمود واضح ما فيه اي شنو اي مشاكل. لكن لو حاولت ارسمه من هنا، من هنا ما عندي علامة واضحة بتأكد لي انه ما في فرق بتاع ملالي او بتاع بوينتس، فانا للتأكيد هقوم ارسمها من هنا للدقة، هرسمها من السنتر العمود. طيب من سنتر العمود قال لي، قلت له انه الاوفست من سنتر العمود في اتجاه اكس 250، معناه هيمشي لي كده 250 مليمتر. لكن الريفرنس بتاعتي ما هنا، الريفرنس بتاعتي هنا دايرة بوينت، الريفرنس بوينت بتاعتي دايرة هنا. انا هقول له في اتجاه واي كم، في اتجاه واي اللي هي نص الطول بتاع العمود برضو 250. اذا دايرين الريفرنس بوينت هنا، انا نشوفه بعد شويه. طيب نيجي نرسم الريفرنس بوينت الاولى، رسم لي ضغطت كده هنا، رسم لي دايرين تاني دي الريفرنس بوينت الاولى حقتي دي،
دي الريفرنس بوينت حقتي هنا الحتة دي، هنا دي الريفرنس بوينت بتاعتي دي. طيب دايرين برضو نعمل ريفرنس بوينت هنا، دايرين نعمل ريفرنس بوينت للحتة دي هنا، للحتة دي، لدي. هنعملها كيف؟ برضو نفس الأبعاد، لكن هنا هيمشي له اكس 250، واي دايرين عليه تحت، معناته هنا هقول له شنو؟ ناقص 250، وحاجه اضغط كليك هنا في سنتر العمود، هيرسم لي شنو؟ الريفرنس بوينت حقتي. تمام كده رسمنا الريفرنس بوينت حقتنا، عادي هنقدر نرسم البروز حقنا ده. هنواصل واصل نواصل عادي كده، تاني من هنا نقوم، ايوه هنا من العمود ده، بين العمود ده والعمود ده ما عندي حاجة، ما عندي حاجة تدل لي على انه هنا برضو في يعني هنا السقف، من هنا هنقوم نلف. طيب نيجي نشوف برضو المسافة من هنا لهنا كم عايزينها من السنتر، كله هنرسم من السنتر، من هنا لهنا كم؟ متر و 125، 112 سم ونص. تمام، وفي اتجاه واي اهم ناقص 250، احفظ دي، 1125 هتكون بالمليمتر، دي ما بالسم، 112 ونص بالسم، بالمليمتر 1125 اتجاه اكس. لكن وين؟ هل بالماينس ولا بالموجب؟ بالماينس، ليه؟ لانه انا هاخدها من هنا ويسار، هقول له ناقص 1125، ودي هنا ب الناقص. طيب هنرسم الريفرنس بوينت من يا عمود، من العمود اللي قبل الاخير، سنتر العمود اللي قبل الاخير، اللي هو ياتو، اللي هو ده، اللي هو ده العمود ده. مجرد ما اضغط طوال شنو قام اداني؟ شنو اداني؟ ريفرنس بوينت هنا. طيب من هنا هنقوم نمشي طوالي، مشينا طوالي، عندنا من هنا برضو شنو؟ برضو عايزين لنا نقطة ريفرنس بوينت، هنشيل المسافة برضو من هنا، من سنتر العمود ده لحد هنا، عشان المسافة الأفقية دي عاملة لنا 125 سنت، اللي هي 1250 مليمتر، 1250 مليمتر منياتو من العمود ده، 1250 مليمتر من العمود ده، في اتجاه اكس. في اتجاه واي كم؟ نص العرض ده، لكن ليه تحت؟ في اتجاه اكس خلونا نقول برضو بالناقص 1250، 125 سنت خليها 1250 مليمتر، ده في اتجاه اكس. في اتجاه واي من هنا لتحت هنا، دي المسافة من هنا لهنا. طيب من هنا لهنا كم؟ اللي هي نص العرض، ناقص 1000 ناقص 125، ناقص 125 لأنها لتحت. هنقول له ارسم لنا من وين؟ من السنتر هنا، وقام طوالي شدانا ريفرنس بوينت. طيب تاني عندنا ريفرنس بوينت اتنين بس، اللي هي دي البروز الصغير ده 10، وهنا برضو 10، والاتنين من شنو؟ هناخدهم من سنتر العمود، هناخدهم الاتنين من وين؟ من سنتر العمود. طيب اذا دي 10 وانا عندي العمود هنا قاعد بالطول، معناه هنا عندي 250، وهنا عندي كم؟ دي مع 10 سنت اللي هي 100 ملي، 100 ملي زائد 250 اللي هي 350. هنشوف من سنتر العمود لحد هنا 350 اللي هي 35 سنت، 35 سم. طيب نقول له ريفرنس بوينت في اتجاه اكس عايزينها ناقص 350،
وفي اتجاه واي اللي تحت بالناقص برضو اللي هي ناقص 125 هنيجي نرسمها من هنا. اداني لها هنا. طيب هنا نفس الابعاد دي لكن الواي بالموجب بدل ناقص هنا هتكون بالزايد. هنرسم من هنا اداني الريفرنس بوينت دي كده. تاني ما عندنا ريفرنس بوينتس محتاجين ليها، هندخل هنا عادي. بعد داك شنو هنقفل السقف حقتنا. نجي نرسم السقف، نختار الخيار ده نقول له اللي هي سلاب 20. هنبدأ من وين؟ نبدأ من هنا مثلا، نمشي كده هنا، نمشي وين؟ نمشي هنا. تاني هنمشي وين؟ هنجي اللي هنا وهنا، وتاني نجي نتأكد اللي هنمشي طويل. بعد نجي نلاقي الريفرنس بوينت حقتنا اللي هنا، نمشي طويل نجي هنا وين ليه الريفرنس بوينت حقتنا اللي هنا. بعد ذاك نمشي ليه الريفرنس بوينت اللي هنا، ونجي للريفرنس بوينت هنا حقت أعمدة السلم البسطة، ونجي هنا نجي هنا للريفرنس بوينت دي. بعد ذاك نجي وين؟ نجي نشوف هنقفل هنا ولا في السنتر. نرجع للخرطة هنا مع حافة العمود اللي هي هنا، هنا، وبعد ذاك هنمشي وين؟ بعد ذاك هنمشي نقفل هنا كده. السقفة حقتنا بتكون شنو؟ بتكون نقفل لحد هنا، ونجي نواصل رسم